ليش نخليو هذا الشيء؟ دونك بغيت نقول لكم بانه الثقه الكامله في السيد الوزير، غتكون اللجنه ان شاء الله معاه غادي تشتغل باش ونترأس اول اجتماع ديكو ان شاء الله هاد الاولاد ديالنا يرجعوا يعني للمدارس ديالهم، ونكونوا كلنا مرتاحين وتكون شويه النيه والثقه، وان شاء الله غادي نلقاو الحل المشاكل ديالنا في المستقبل. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. خصص عزيز أخ النوش حيزا هاما من اجتماع الأغلبية الموسع الذي انتهى يوم الاثنين للحديث عن الأزمة الخانقة التي يمر منها قطاع التعليم بالمغرب بسبب ثورة الأساتذة على النظام الأساسي الجديد. وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة خطابه للأساتذة المضربين داعيا إياهم إلى العودة إلى فصولهم الدراسية، حيث قال: مستعدون لتجويد النظام الأساسي المتعلق بموظفي نساء ورجال التعليم، وباب الحوار دائما مفتوح. وفي خطوة عملية كشف أخ النوش عن تشكيل لجنة تتولى حل مشاكل النظام الأساسي الجديد، وستكون مكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الميزانية ووزير التشغيل. وأكد رئيس الحكومة خلال ذات الاجتماع على إشرافه بشكل شخصي على اللجنة، معلنا ترأسه أولى اجتماعاتها ومطالبا الأساتذة بالنية لأنه سيكون ضامن هذا الملف، مع تلميحه إلى إمكانية التطرق لموضوع الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين كبادرة حسن نية من الحكومة. أشكركم على المتابعة وإلى فيديو قادم بحول الله.